أحييكم من جديد. إعصار باتريسيا الذي وصل المكسيك واحد من أكثر الأعاصير شدة في التاريخ الحديث، بلغت سرعة الرياح المصاحبة له قبيل ساعات من دخوله البر المكسيكي 325 كيلومترا في الساعة، وهو رقم قياسي لم يسبق أن سجل في التاريخ، قبل أن تعود وتتراجع قليلا إلى 305 كيلومترات في الساعة. فما هي أشد الأعاصير التي ضربت العالم؟ نتابع. كثيرة هي الأعاصير التي تضرب العالم سنويا، إلا أن عددا منها أحدث دمارا هائلا لا يقارن بأعاصير أخرى، وباتت حادثة مروره تاريخية يستذكرها العالم عند كل إعصار. وبالعودة بالتاريخ إلى أشد تلك الأعاصير وأكثرها فتكا، فقد شهد العالم عام 2013 إعصار هايان الذي ضرب الفلبين وميكرونيزيا والصين وفيتنام، وبلغت سرعته نحو 314 كيلومترا في الساعة، وتسبب هذا الإعصار في مقتل نحو 12 ألف شخص وخسائر مالية قدرت ب 686 مليون دولار. سنة 2005 استفاق العالم على إعصار ويلما الذي ضرب كوبا وأجزاء من شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وولاية فلوريدا الأمريكية، وبلغت سرعة الإعصار 295 كيلومترا في الساعة، كما أسفر عن مصرع 62 شخصا ناهيك عن أضرار مادية كبيرة. وفي نفس السنة أي عام 2005 أيضا ضرب إعصار كاترينا ولاية فلوريدا الأمريكية، وكان من الدرجة الأولى قبل أن يشتد ويصبح من الدرجة الخامسة، وتسبب بمقتل 1833 شخصا، فضلا عن خسائر مادية قدرت بنحو 108 مليارات دولار. وبالعودة إلى أوائل القرن الفائت، فكان الإعصار الأكثر دمويا في الولايات المتحدة هو إعصار جالفستون العظيم، ضرب أمريكا سنة 1900 وأسفر عن مقتل ما بين 8000 إلى 12000 شخص. معي من دبي الدكتور محمد مجد عبد الوهاب، أستاذ الأرصاد الجوية في كلية العلوم بجامعة القاهرة، معي من القاهرة طبعا. أهلا بك معنا دكتور محمد. دكتور محمد، اليوم عندما نقول أنه هو من أكثر الأعاصير شدة في التاريخ، بماذا يتأثر لأن يكون بهذه الشدة؟ يعني ما الذي جعله يكون بهذا؟ أي بأي عوامل يتأثر؟ شوفي حضرتك، هو الإعصار ممكن يكون شديد إزاي؟ لما تبقى درجات الحرارة بتاعة المحيط عالية جدا، لأن الأعاصير بتبتدي تتكون عند درجة حرارة 26 درجة مئوية، فكل ما كان درجات الحرارة عالية بيكون مركز الإعصار أو عين الإعصار في هذا المحيط بيكون الضغط فيها منخفض جدا. كل ما انخفض الضغط ده عن الضغط العادي اللي هو 1013 ملي بار، فبتبقى قوة الإعصار شديدة جدا. فالإعصار باتريشا اللي حصل أمس كان الضغط على في عين الإعصار كان 880 ملي بار، يعني كان في فرق قرابة 125 ملي بار، وده رقم كبير جدا جدا. أقل إعصار في العين وصل كان 902، كان إعصار ليندا في 1997 على شرق المحيط الهادي. يعني إحنا لو اتكلمنا على الإيستر باسيفيك أو شرق المحيط الهادي، نقول إن ده أعتى إعصار حصل في هذه المنطقة بعد إعصار ليندا اللي حصل سنة 1997. ما الذي يحصل؟ نعم، ما الذي يحصل عادة بعد الإعصار؟ اعذرني دكتور محمد، ومن يجب أن يقلق اليوم؟ هو طبعا الإعصار بدأ بالكاتيجوري العالية، بدأ بالكاتيجوري الخامسة، وحيبتدي يقل زي ما حضرتك تفضلت وعرضتي، إن حيبتدي يقل شدته لحد ما يوصل للشواطئ المكسيك. بعد كده هيضعف تماما، لأن الإعصار لما بيمشي على الشاطئ بيضعف عن قوته وهو موجود على المية، بيبقى الشاطئ بيعمل نوع من المقاومة فبيخمد شدة هذا الإعصار وهو بيمشي على الشاطئ. طيب، في عادة تدريج، يعني بعلم الأرصاد نعرف بأنه الإعصار ضرب هذه المنطقة المرة، هذا المرة القادمة متوقع خلال سنة أكثر لا أعرف، أو عدد من السنين البلد ذاك. هو طبعا الأعاصير حضرتك لا تتكون إلا على المسطحات المائية العالية، ومنطقة المحيطات هي أكثر المناطق تعرضا للأعاصير، لكن لا يمكن بالنماذج، في نماذج مناخية موجودة لكن النماذج ما وصلتش الدقة إنها تقدر تقول الإعصار ده هيضرب إمتى. حتى لما راجعنا النهاردة
طبعا طبعا بتاعه الكلايمت ما كانش فيه دليل لا، وفق المؤشرات والمعطيات على الارض والعوامل التي ادت الى تشكيل هذا الاعصار باتريسيا في المكسيك، ماذا يقول لنا هذا؟ اي دول يجب ان تقلق على هذا الاساس؟ هو كان الارتفاع الشديد في درجه حراره المدينه، كانت يجب ان هي تكون انذار مبكر بحدوث هذا الاعصار في هذه المنطقه. ولماذا سمي باتريسيا؟ هل من معلومات لديك يا دكتور محمد؟ هو 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 التسميه بتبقى زي ما بنقول بتسمي على بعض اسماء الفيميلز اللي صحيح. منطلقه، يعني لو حضرتك تدرجت كده هتلاقي بيختاروا بعض الاسماء الفيميلز لهذه الاعصار. صح دايم. على اساس يكون واقعه اخف يعني. بالضبط. شكرا لك من القاهره دكتور محمد مجدي عبد الوهاب، استاذ الارصاد الجويه في كليه العلوم بجامعه القاهره.